أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بيوم أمس ضبط خلية إرهابية حوثية تقوم بمهام زرع العبوات الناسفة في مفرق حريب والخط الدولي وعلى متن المركبات المدنية والعسكرية بهدف إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي. وقال الإعلام الأمني بمأرب إن قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط أفراد من الخلية الإرهابية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في منطقة مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية. وقال الإعلام الأمني إن عملية ضبط أفراد الخلية جاء بعد رصد وتتبع دقيق لتحركاتهم أولا بأول، وأشار إلى أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية وتسجيل اعترافاتهم الأولية، وسيتم بث الاعترافات الكاملة عبر وسائل الإعلام متضمنة الأعمال الإرهابية التي نفذوها. وذكر الإعلام الأمني أن الاعترافات الأولية لأفراد الخلية المضبوطين كشفت أن القيادي الحوثي المدعو أحمد علي عاتق الأمير هو من يدير الخلية ويقوم بتوزيع العبوات على أفرادها بعد تدريبهم على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد، بينما يقوم القيادي الحوثي المدعو ماجد الدراقة بتوفير العبوات للخلية وتأمين نقلها من صنعاء إلى مأرب. عبد الرزاق حسن علي داود من منطقة الرجو، تلبية الرجو، وقعنا في الرجو، الأصل من رينا، عنده وجهة 25 أو 27 مسكوني، وأنا أزرع عبوات الناسية على طريق محطة جماد وعلى للأمن وللجيش. ما الذي جنبك؟ محمد علي عاتق الأمير وعاتق محمد سعد الأحادي وابو احمد بن عمران، اشتغلت معهم مره، باقي ناجي علي عاتق الامير، باقي هاشم ناصر عاتق. من باقي معهم؟ من باقي معك؟ معي تبع محمد عبد الله سعد هادي، محمد عبد الله سعد هادي، بس عبد الحسن علي داود، بس. وهذولك الجهه الثانيه. من هم الجهه الثانيه؟ هاشم ناصر عاتق. هذا خلي ثاني؟ الامير ايوه. هاشم ناصر عاتق الأمير، وناجي علي عاتق الأمير، محمد علي عاتق الأمير. المكان الذي هم يفجروا فيه أين؟ والله ما له علم، سووا واحدة هنا في مفرق حريب في جنب الفندق. ناجي علي عاتق هو هاشم، والباقيين والله ما دريت منهم يسووها. يجيبوها من صنعاء، يجيبها من الدراك ويحطها عند محمد علي عاتق، محمد علي عاتق وزيرها. يجيبوا لنا على كل عملية 2000 ريال سعودي. أنا اللي سويت لي وحدة والعيال إخواني في الفندق ووقفوني. جابها محمد علي عاتق وقال سووا كذا وسووا كذا، إحنا سوينا على ما هو يقول. وقال جاهزة. محمد علي عاتق قالوا لي لا معك لا كسوة ولا عيالك كسوة. شلك ذي وروح سوها في المكان الفلاني، ولا المهم قد بصرة ها؟ وصلت لها المحطة حق الطالب وهي تعبي بترول، معلوم ترول، سمعت؟ وراقم إياك مال وقعدت خاوشة ذاك اليوم، تقاتلوا أصحاب الطقم وناس، دخل عبي بترول منعه، صايح ويا الطالب وحكمهم وروح، وأنا طرحتها في السن. وانا خليتها اوصل عند ياسر عند الصيدليه لي وضغطت. فقدت الرنه. انا ما سويت اضرار. اضرار من فندق؟ وديت حمد على عادي. ايوه. من شان يبدو حقك في الظلام. دون الالفه رحت قبلته وصرفت وكسرت عيالي وصرفت بيته. والعبوة الثانية اللي قبلها بنفس الرمز أول ولا رمز ثاني؟ لا لا رمز ثاني يدوك عبوة على رمز ثاني. عبد الحسن علي داود تفضل. عمري 27 أزرع عبوات ناسفة طبق أنصار الله. يعطينا عبوات الناسفة أحمد علي عاتق الأمير 3 عمليات. في تارة في بنشر كانت في مفرق حريب وطقم مدرع عند مطعم الشيباني، والثالثة في محطة قماد وراء
المحلات حق محطة دمام، يدربنا أحمد علي عاتب العميل، بيعطوا لي على كل عملية 2000 ريال سعودي. هو أحمد علي عاتب العميل واللي عروانه اللي سدينا احنا وياه. أول عملية يد الثلاث للحين بعد العيد، ما بالله أنا وأحمد عبد الله سعد وعبد الرزاق حسن علي داود، علمني من شعبان ولا رضيت، ولما الحين شليت لي الكبش ديل للبيت، جواني مضطر وقلت بعمل حبها مشان خارج الدين اللي داخلي. خرجنا من البيت أنا محمد عبد الله سعد وهي بحوزته، ومشينا إلى أمام المطعم حق الشيباني، فوجد الطقم المدرب وقال جنب لي هنا بأنزل أزرعها فيه، فنزل زرعها، وعندما تحركنا لما كنا إحنا مقابلين الفندق قال راح ورجعنا البيت 2000 ريال مقابل على تنفيذ العملية.